بيبتدي مسلسلنا النهاردة على سفينة ضخمة جدا، وبيكون عليها دكتورة نفسية اسمها مورا، ولكنها بتصحى مخضوضة جدا من حلم وحش هي كانت بتحلمه، وبتتفاجئ ان في علامات في جسمها، فبتحاول بسرعة انها تخبي في العلامات دي وهي مش فاكرة اصلا هي جات منين، وحتى انها مش فاكرة هي وصلت للسفينة دي ازاي ولا فاكرة اي حد حواليها. وبيبقى اسم السفينة دي هي كريبروس، ودي نفس الشركة اللي ضيعت سفينة من 4 شهور، وبيبقى صاحب الشركة دي اسمه هنري ابو مورا. وبتنزل مورا عشان تفطر، وبتقعد معاها واحدة غريبة اسمها فيرجينيا، وبتبتدي فيرجينيا تعرف مورا على كل اللي حواليها، وبتعرفها على لوسيان ومراته الفرنسيين، وبتقول لها ان لوسيان كان جندي سابق، وفي مرة في معركة انتحل شخصية ملازم ورجع لفرنسا، ولكن صاحبه جيروم رفض يساعده وحبس لوسيان في قفص وسلمه لفرنسا على اساس انه هارب من الجيش. وبعديها لوسيان اتجوز واحدة بنت راجل غني جدا في فرنسا، ولكنه مش بيكون بيحبها ولا هي حتى بتحبه، وبتعرفها بعديها على لينج اليابانية، وبتكون لينج قاعدة مع مامتها، وبنعرف ان لينج دي منتحلة شخصية صاحبتها عشان تطلع بدلها على السفينة، وكان المقابل لده انها تقتل صاحبتها. وبعديها بتعرفها على انخر رجل الاعمال الكبير، ومعاه الخادمة بتاعته ريميرو، وده بيكون منتحل شخصية راهب وبيقول على نفسه ان هو انخ. وفجأة بيقتحم المكان شاب فقير اسمه كريستر، وبيبقى طالب مساعدة في انهم يلاقوا دكتورة عشان تلحق اخته، فبياخدوه الحراس بسرعة وبينزلوه على المكان اللي موجود فيه بقية الفقراء، ولكن مورا بتروح وراه عشان تساعد اخته، وفعلا بتروح وبتساعدها وبتقدر انها تعالجها كمان. المهم ان اخت كريستر الصغيرة بتروح لها وبتقول لها انها نفسها تطلع دكتورة زيها، ولكن فجأة بتشوف ذكرى مشوشة لموت البنت الصغيرة دي، فبتمشي بسرعة من المكان وبتسيبها. وبعديها كريستر بيروح للدكتورة عشان يشكرها، ولكنها برضو بتشوف ذكرى مشوشة لموته، فبتتخض وبتطلع تجري وما بتكونش فاهمة ايه اللي يحصل. وهنا بيشوفها القبطان اللي اسمه ايدي وبيسألها لو كانت تايهة، وبيروح له بعد كده المساعد بتاعه وبيديله رسالة وصلت من السفينة المفقودة، والرسالة دي بيبقى فيها مكان السفينة، فبيقرر القبطان ان هو يغير اتجاهه ويروح ناحية السفينة المفقودة. وفي نفس الوقت جيروم صاحب لوسيان بيلاقي نفسه على السفينة وهو مش عارف ايه اصلا اللي جابه هنا، وبيقابل ساعتها عامل طيب وبيديله اكل، وبيفضل بعديها يدور على لوسيان لحد ما فعلا بيقدر ان هو يوصل لاوضته وبيدخلها وبيسيب له ساعتها الشارة بتاعته. بس فجأة بتدخل مراته فبيستخبى تحت السرير، ولما بتشوف الشارة بتحطها في الدرج، وبعد ما بتخرج بيطلع على طول وراها، ولكنه بيشوف واحد من الطاقم اسمه فرانس، وبيفضل الفرنس ده ان هو يضرب في جيروم عشان بيكون فاكره حرامي، وبيحبسه كمان في اوضه القبو. وفي اخر اليوم بيكونوا فعلا قدروا انهم يوصلوا للسفينه المفقوده، وبيبقى الكابتن فرحان جدا انه هينقذ الناس اللي عليها، وبينزل فعلا بقارب انقاذ، وبيبقى معاه مورا وروميرو والحراس، ولكنهم اول ما بيوصلوا ما بيلاقوش اي حد موجود على السفينه، ولا حتى بيلاقوا ليهم جثث ولا اي اثر، وبيلاقوا ان السفينه متبهدله وكان حصل عليها هجوم، وكمان جهاز التليجراف بيلاقوه بايظ. فهنا بقى بيستغربوا ازاي الرساله وصلت لهم والجهاز اصلا كان بايظ، وبيلاقي الكابتن قطعه قماش مرميه على الارض، وهنا بيستغرب لما بيفتكر ان قطعه القماش دي كانت من فستان بنته اللي ماتت في الحريق مع مامتها، واللي بيخليه مستغرب اكتر ان الحريق ده اصلا كان حصل من سنين. وبعديها بيسمعوا صوت خبط، وبيتحركوا ساعتها ناحيه الصوت ده، وبيتفاجئوا بولد صغير طالع من صندوق، فعلى طول بياخدوا الولد ده لسفينتهم. ولما بتحاول مورا انها تتكلم معاه ما بيرضاش يتكلم، وكمان بيديلها هرم صغير. وبعديها بيصحى الكابتن مخضوض بعد ما بيشوف يوم الحريقه اللي ماتوا فيها عيلته، وبيروح له المساعد بعدها وبيقول له ان كل البوصلات اللي على السفينه باظت، وان الكلام ده كله حصل من ساعه ما لقوا السفينه المفقوده، وبيبقوا مش عارفين ايه السبب. فبيقرر الكابتن ان هو يسحب السفينه المفقوده ويرجعها للمينا اللي اتحرك منها من اوروبا، وبيرجع بعد كده لاوضته. بس وهو في طريقه بيسمع صوت غريب، فبيقرر ان هو يمشي لحد الصوت ده، وبيوصل لباب مفتوح، ولما بيدخل بيلاقي عيلته، فعلى طول بيفضل ان هو يحضن فيهم لحد ما كل ده بيختفي من قدامه، وبيلاقي نفسه صحي في بيته، وكمان بيلاقي ان قدامه حشرة غريبة، فبيقرر ان هو يمشي وراها لحد ما بيوصل للسفينة، وبيبقى مخضوض جدا من اللي هو شايفه ومش عارف ايه اللي بيحصل. فبيقرر على طول ان هو يطلع على الطفل الصغير ويهدده عشان يقول له ايه اللي حصل على السفينة المفقودة، ولكن مورا بتحاول انها تهديه وتقول له ان الطفل صغير وانه خايف، ولما بيبتدي يحكي لها على اللي حصل معاه بتعمل نفسها انها متفاجئة وما بتقولوش ان هي كمان وصل لها رسائل وشايف
شافت حاجات. المهم انهم بيهدوا وبترجع مورا اوضتها، وبيروح لها ساعتها شخص غريب اسمه دانيال، وبيبقى دانيال ده هو في الاساس جوزها، ولكنها ما بتكونش فاكراه، وحتى انها كمان بترفض تتكلم معاه. وساعتها بيسيب من ايده الحشره دي، وبتشوفها طفله من الطبقه الفقيره، وبتفضل ماشيه ورا الحشره دي لحد ما دانيال بيجي ويقتلها. ولما بيلاقوا جثتها بيكشفوا عليها، وبيتوصلوا ان مفيش اي اثار عنف عليها، وانها ماتت موته طبيعيه. ولكن مورا هي الوحيده اللي بتبقى حاسه ان البنت دي اتقتلت، وان في حاجه غلط بتحصل. وساعتها بيدخلوا المساعدين للقبطان، وبيقولوا له ان في ضباب كتير قدامهم، وانهم هيقللوا سرعه السفينه. فبيبقى راي الناس انهم يغرقوا السفينه المفقوده عشان مش تاخرهم اكتر، ولكن القبطان ما بيكونش موافق، وبيروح ساعتها يحكي لمورا على حته القماش اللي لقاها، وبيقول لها انه هيرجع تاني للسفينه عشان يدور على نوتة القبطان ويعرف من خلالها ايه اللي حصل للسفينه. فبتقرر مورا انها تساعده وتروح معاه لهناك. ولما بيروحوا بيلاقي القبطان كشف باسماء اللي كانوا موجودين على السفينه، وبيتفاجئ باسم مورا موجود معاهم، وبيتفاجئ اكتر وبيتصدم لما بيلاقي اسمه هو كمان موجود في السفينه دي، وان هو اللي كان القبطان بتاعها. فعلى طول بياخد مورا وبيجري ويهرب من السفينه دي ويرجعوا على سفينتهم. وفي نفس الوقت بيلاقي فرانس جثث كتير على السفينه، وان كل الجثث دي ميته بنفس الطريقه. فساعتها بيرجعوا كل جثه لاهلها، ولما بيرجعوا جثه البنت الصغيره اللي ماتت في الاول اهلها بيزعلوا جدا عليها، وبيقرروا انهم يعملوا انقلاب على القبطان عشان يرجعوا السفينه تاني تمشي في مسارها ويرموا السفينه القديمه. وهنا بيقرروا انهم يقتلوا الطفل الغريب اللي اسمه إليوت، عشان بيبقوا شاكين ان هو السبب في ان الناس دي كلها ماتت. وبيشجعهم فرنسا على اللي بيعملوه ده، لانه خلاص بيبقى شايف ان القبطان اتجنن، وكمان بيديهم اسلحه عشان يعملوا اللي عايزينه. وفعلا بيبتدوا انهم يدوروا على الطفل عشان يقتلوه، ولكنهم للاسف مش بيلاقوه. وكمان اي حد في طريقهم بيرفض ان هو يساعدهم بيقرروا يحبسوه. وبيكون في واحد اسمه اولي رايح يحذر القبطان، فبياخدوه على طول وبيحبسوه. ولما القبطان بيرجع لاوضته بيروح ريميرو المساعد بتاعه بيحذره، وبيقول له ان فرنسا والناس عاملين عليه قلبان وعايزين يقتلوه. وقبل ما بيتحرك بيوصل له فرنس وبياخده يحبسه هو وروميرو، وبيلاقوا ان الجثث في السفينه كترت جدا، فبيقرروا انهم يتخلصوا منها ويرموها في البحر. وبياخدوا جيروم وأولي من الحبس عشان يساعدوهم، ولكن جيروم بيهرب بسرعة من تحت لتحت عشان يروح ساعتها يساعد القبطان، وبيروح بسرعة يستخبى في أوضة لوسيان. ولما بيلاقي مراته في وشه بيطمنها، وبتوافق ساعتها كمان انها تساعدهم. ووقتها مورا بتحاول انها توصل للقبطان، ولكنهم بيمنعوها وبيحبسوها في أوضتها، بعد ما طبعا بيخش الأوضة دي عشان يدوروا فيها على الطفل، ولكنهم برضو ما بيلاقوهوش. وفجأة الطفل ده بيطلع من ممر تحت السرير، وبتفضل انها تسأله ايه الممرات اللي تحت السرير دي، ولكنه ما بيجاوبش عليها. بيطلع من ايده حشره، وبتروح تفتح لهم الباب، وبتاخدهم بعد كده لمكان القبطان. وبيلاقوا القبطان بيحاول يهرب، وبيلاقي قدامه فتحه في الحيطه. ولما بيطلعوا منها بيلاقوا جيروم ومرات لوسيان مستنيينهم، فبيتحركوا بسرعه عشان يروحوا ياخدوا قارب النجاه ويهربوا بيه. ولكن مورا بتروح لهم في نفس الوقت، وبتقول للقبطان انها كانت بتدور عليه. وساعتها بيوصل لهم فرانس وكريستر، وبيهددوهم بالسلاح عشان ياخدوا الطفل منهم. ولما جيروم بيجي يدافع عنه بيضربوه بطلقه في كتفه، بياخدوا الباقي وبيحبسوه من بعد ما بياخدوا الطفل. ولكن جيروم بيقوم وبيبقى ما ماتش، وبيروح ويهربهم من الحبس، وبيطلعوا لفوق عشان يمنعوا الركاب انهم يرموا الطفل في البحر. وساعتها بتقوم حرب بينهم، ولكنهم بيقدروا فعلا انهم يرموا الطفل. وساعتها كلهم بيهدوا، لان خلاص مفيش حل انهم ينقذوا الطفل والباقي ارتاح من وجوده. فبتنزل مورا لقاعة الاكل وهي زعلانة جدا، وساعتها القبطان بيواجهها باسمها اللي كان موجود في كشف ركاب السفينة المفقودة، فبتقول له انها ما تعرفش اي حاجة عن الكلام ده، وانها حتى مش فاكرة ايه اللي حصل. ومرة واحدة بيظهر نور من الصندوق اللي قدامهم، وبيطلع منها الطفل. وهنا كلهم بيتفاجئوا، لانهم شافوا بعينيهم ان الطفل ده بيموت. وبيروح الطفل وبيحضن مورا، ولكنهم بياخدوه بعديها وبيحبسوه في المكان اللي جه منه. ولما بتحاول مورا انها تنقذ الطفل بيضربوا عليها نار، ولكن هنا الزمن بيقف، وبتروح وبتمسك الطلقة. وساعتها الطفل بيطلع لوحده، وبتبقى متأكدة ان اكيد الطفل ده هو اللي قدر يوقف الزمن، فبياخدها من ايديها وبيروحوا لاوضتها. ولما بتساله عن اللي حصل لاول مره الطفل ده بيرد عليها، وبيقول لها انه مش هيقدر يقول على حاجه، وانها لازم تسال اللي عمل كل ده. وبياخدها وينزلوا للممر اللي تحت السرير، ولما بتعدي منه بتلاقي نفسها قدام المستشفى بتاعت باباها، وبتفضل تساله ازاي المستشفى دي وصلت للسفينه، وان الممرات دي غريبه جدا، وازاي بتنقلهم لاماكن تانية. وطبعا كالعاده ما بيردش عليها، وفجاه بيختفي من قدامها، وبيظهر لها اتنين ممر
المتمردين وبيربطوها في الكرسي وكمان بيحقنوها بمادة بتفقدها الوعي، وفجأة بتلاقي نفسها في اوضتها على السفينة، فبتروح بسرعة وتدور على الطفل عشان يفهمها ايه اللي بيحصل. ولكن هنا القبطان بيوصل لها وبيقول لها ان هي السبب في كل ده، ولكنها بتحاول تفهمه ان الطفل هو اللي واقف الزمن، وبتقول له كمان انها لازم تلاقي الطفل ده وبتاخده وبتوديه للممرات عشان يصدقها. ولما بينزلوا الممر اللي في اوضتها بيلاقي نفسه في بيته القديم، وبعدها بيرجعوا تاني على السفينة وبيقرر ان هو يصارحها ويقول لها ان هو كمان لقى اسمه في كشف الركاب وان هو اللي كان قبطان السفينة المفقودة، ولكنه زيها بالظبط مش بيكون فاكر ايه اللي حصل وانه ازاي ركب السفينة دي. وبتقول له مورا انها ابتدت تجمع الخيوط ببعضها وتفهم ايه اللي بيحصل، وبتعرفه ان باباها دكتور مخ واعصاب كبير وانه مهووس بالعلم ودايما كان بيحب يعمل تجارب على الناس عشان يشوف تصرفاتهم في حالات الخوف والقلق، وبالمعنى كده ان هما دلوقتي كل اللي فيه ده مش حقيقي وانه محاكاة للواقع. وفجأة بيسمعوا صوت على السفينة وبيشوفوا الناس ساعتها بتمشي من غير ما تحس، وكمان بترمي نفسها في البحر، وان باقي الناس اللي عايشة بتربط نفسها عشان ما تمشيش ورا الصوت. وعلى طول دانيال بيوصل وهو معاه جهاز حديث، وبيوصل الجهاز ده بالسفينة وبيقدروا من خلاله انهم يوقفوا الصوت ده. وبعديها بيطلعوا لسطح السفينة وبيقول لهم مساعد القبطان ان شركة السفينة بعتت لهم رسالة انهم لازم يغرقوا السفينة اللي راكبين عليها، فعلى طول بيتفرقوا عشان يدوروا على الطفل يشوف لهم حل في اللي بيحصل ده. وبتاخد مورا القبطان وبينزلوا تاني للممر، وبتلاقي نفسها وصلت لمستشفى باباها، وبتحاول مورا تدور على باباها او مكتبه حتى ولكنها مش بتلاقيه. والغريب ان حيطان المستشفى عاملة زي حيطان السفينة، ولكنهم ما بيصدقوش ان ممكن المستشفى دي كلها تكون جزء من السفينة. وهنا دانيال بيظهر مرة واحدة، ولكنهم بيبقوا خايفين منه وبيهددوه، وبيفضل يقول لمورا انه جوزها من 12 سنة ولكنها ما بتصدقوش، وبيمسكوا ساعتها في خناق بعض لحد ما بيطلع دانيال الجهاز ده وبيدوس على الزرار، فبيختفي القبطان وبيروح لمكان غريب. وبسرعة بتروح مورا وبتهدد دانيال وبتحبسه في اوضة المستشفى. وفي الوقت ده مساعد القبطان بيروح للصندوق اللي طلع منه الطفل وبيدخل فيه، فبيظهر نور، وفجأة بنلاقيه وصل لهنري ابو مورا وبيقول له ان وقت المحاكاة قرب يخلص وانه لازم ساعتها يلاقي الطفل في اقرب وقت. فبيرجع مساعد القبطان وبيدخل اوضة وبيكون فيها درج، ولما بيفتحه بيطلع منه جهاز حديث وبيفضل يدور على الطفل ولكنه مش بيلاقيه، فبيدوس ساعتها على الزرار عشان يوقف المحاكاة بعد نص ساعة، وبيتحرك بعديها وبينزل في الممر بتاع دانيال، فبيقدر ان هو يلاقي الطفل وبيروح ساعتها يوديه لهنري. وفي نفس الوقت بيكون دانيال قدر ان يفتح فتحة في الحيطة بتاعت المستشفى وبيقدر ان هو يخرج منها، وبيلاقي نفسه على السفينة وبيروح وبيفضل يدور على مورا. وفي نفس الوقت بتدخل مورا في الممر بتاع القبطان وبتبتدي انها تدور عليه، وبتلاقي نفسها موجودة في بيته، وبتتخض لما بتلاقي مراته لسه عايشة، فبتطلع هنا من باب الاوضة وبتلاقي نفسها على السفينة، فبتروح وبتدخل في ممر دانيال، وهنا بتتفاجئ لما بتلاقي نفسها في بيتها وبتلاقي صور لنفسها مع دانيال والطفل، فهنا بتعرف ان الطفل ده يبقى ابنها ودانيال فعلا جوزها. وبيوصل لها دانيال ساعتها وبياخدها على السفينة وبيديها خاتم جوازهم وبيقول لها تحتفظ بيه عشان لو حصل له اي حاجة وتثق فيه، وبيسألها لو معاها مفتاح الهرم اللي كان مع ابنهم، فبتفتكر هنا ان معاها سلسلة جواها مفتاح، فبياخدوا على طول منها. وساعتها بيسمعوا صوت باباها وهو بيقول لهم انكم مهما عملتوا مش هتطلعوا من المحاكاة دي، فبتفضل مورا تقول له انت بتعمل فيا ليه كده وانا بنتك، فبيقول لها باباها انهم لو مش ادوا له المفتاح هيقتل ابنه، وبيقول للطفل ان ابوه وامه هم السبب في ده كله وان هم كمان اللي صمموا المحاكاة دي، وبيربطه في الكرسي وبيحقنه بمادة. وساعتها بيشوف مورا وهي بتحقنه بالمادة، فبيفوق وبيتأكد من الحقيقة. وفي نفس الوقت بيروح دانيال ومورا للأوضة اللي فيها الدرج وبيطلع الجهاز الحديث ده، وبيلاقي ان وقت المحاكاة خلاص هيخلص، فبينزل لأوضة المحرك وبيوصل الجهاز اللي معاه بالسفينة وبيعيد برمجة المحاكاة عشان يكسب وقت زيادة، وبتخلص المحاكاة ولكنها بتبدأ من الأول. وساعتها بيدخلوا في دوامة مية كبيرة وبيلاقوا نفسهم في حتة زي المينا وحواليهم سفن كتير قوي تشبه سفينتهم، وبيخرج القبطان من السفينة المفقودة وبتحاول انها تفهمهم ان كل ده مش حقيقي وان اللي بيحصل ده هو محاكاة للواقع، وبتسألهم ان كانوا فاكرين هم ركبوا السفينة دي امتى وازاي، ولكن محدش فيهم بيبقى مصدقها الا القبطان الوحيد اللي بيبقى مصدق اللي بيحصل. وبيروح معاها وبينزل للممر اللي في اوضه دانيال، وبتلاقي نفسها موجوده في مكتب باباها، فبيروح لها مساعد القبطان وبيقول لها ان هو اصلا بيشتغل مع باباها وانه عايزها هي والمفتاح، فبيحاول القبطان ان هو يدافع عنها، ولكن ساعتها المساعد بيطلع الجهاز وبيدوس على زراره وبيموت القبطان، وبعديها بيوديها لباباها وبتديله المفتاح وبيطلع جهاز، فبينتقلوا كلهم في اوضه تعذيب،
حقنها بمادة وبيقول لها انهم هيبدأوا محاكاة جديدة، فبتصحى وبتلاقي نفسها في مكان غريب وفي اوضة صغيرة، ولما بتدخلها بتلاقي صور ليها هي ودانيال وابنها، وبيدخل دانيال عليها وبيقول لهم ان الهرم اللي مع باباها ملوش لازمة لان هو غير كل الشفرات، وبيدي لها هرم جديد وبيفتحه وبيطلب منها انها تحط الخاتم بتاعها، وانها لو عملت كده هتقدر انها تطلع من المحاكاة دي. وفعلا لما بتحط الخاتم بتاعها بتلاقي نفسها صحيت على سفينة فضاء سنة 2099، وبتلاقي كل اللي حواليها هم نفس الناس اللي كانوا معاها في الماضي، وبتجيلها على الشاشة رسالة من اخوها كيران وبيقول لها ان في محاكاة جديدة هتبقى في المستقبل، فبتفتكر مورا ساعتها انها من المستقبل اصلا، وصممت المحاكاة دي كلها عشان تقدر ترجع للماضي وتنقذ ابنها الصغير، وان اخوها كيران كان بيستغلها كل الوقت اللي كانت بتبقى فيه جوه المحاكاة عشان يتحكم هو في المحاكاة، وكان بينقلها من محاكاة لمحاكاة تانية عشان ما تقدرش تبقى هي المتحكمة. بس بتفضل في حيرة ازاي تطلع من السفينة دي وترجع للارض تاني، وما بتكونش عارفة السفينة دي راحة لفين ولا حتى تعرف اي تفاصيل عنها. وبكده بيكون مسلسلنا خلص، وياريت لو عجبك المسلسل ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة عشان تتابعنا لما ننزل لك كل جديد.